اهلا وسهلا بكم في قناة مولة للكيتو واللو كارب والاكل الصحي. اليوم نبي نديرو بسكيت الجبنة بنكهات مختلفة. يلا نشوف المقادير وطريقة التحضير. نشوفوا مقادير وتحضير البسكويت اللي بالجبنة. يحتاج بسكويت جبنة، نحط المقادير على طول. عندي صفار بيضة، صفار بيضة، نبدأ بصفار بيضة. بسم الله، نحط الصفار البيضة. نبي نديرها بنكهة حتى زيت الزيتون. عندي ملعقة أكل زيت زيتون، نحطو ملعقة أكل زيت زيتون. عندي ملعقة أكل جبنة كريمي، أي جبنة تحبوها مناسبة للكيتو. وعندي تقريبا نص كوب جبنة، حطيت جبنة بارمزان وجبنة شدر، الجبنة اللي تناسبكم والطعم اللي تحبون نضيفها. عندي ملعقة سكر، سكر كيتوني طبعا، وعليها رشة صغيرة من البيكنج باودر، رشة صغيرة بيكنج باودر. وعندي ملعقة أروروت، ملعقة أكل أروروت، إذا موجود كويس وإذا مش موجود مش لازم. أنا ديما نقول نحط فيها الملعقة لأنها تخلي البسكت بقرمش لمدة طويلة، هذا السبب اللي نحط فيه، يعني تساعد بأنها تخلي البسكت يقعد مدة طويلة، سواء مالح أو حلو يقعد فترة طويلة. وعندي كوب لوز مطحون عليه رشة ملح، وعندي نص كوب بذور الكتان الذهبية، هادو مخليهم توا. نخلط المقادير هذه قبل. بسم الله، نحطهم مع بعضهم. نحط اولا نص كوب بذور الكتان ونخلط. احسن حاجة ما تخلط بيدك. نشوف العجينة كم تحتاج دقيق، نخليها تجهز هنا اللوز ونخلط. بعدين نحط اللوز بشوي شوية، دقيق اللوز شوي شوي ونعجن، لأن في دقيق اللوز يختلف. ليش نحط اللوز بشوية شوية؟ نشوف هل تتلم العجينة، هل تتماسك، نبي قوامها غليظ شوية، ما بهاش رطبة. فواحد كل واحد يشوف الدقيق اللي يستخدم فيه، يعني مش شرط اللي انا ادير كوب انتو تبديروا كوب. فأحسن طريقة والبادي نحط أولا نحط السوائل وبعدين نحط المواد اللي بتلم العجينة، سواء كان حلو ولا مالح، باش تنجح الوصفة. ونلم مازالت رطبة، نزيد دقيق تاني.
ريحتها حلوة جميلة، ريحة زيت الزيتون والجبنة. إذا ما تحبوش ملعقة زيت الزيتون تقدر تغيروها بالزبدة، بأي زيوت تحبوها يعني. ما زالت نزيد شوية، نبيها متماسكة كويس مش حتى يطلع لي بسكت مقرمش يقعد مدة طويلة. يبدأ يتماسك، هذه هي العجينة مش نقدر نفردها وما تلصق ليش في ورق الزبدة وباش تطلع لي مقرمشة، لازم تكون هالقوام وافضل شوية من كوب دقيق اللوز. فالأحسن ناخذ الكوب ونعجنه بشويه بشويه باش نشوف العجينه كيف تطلع ونشوف كيف نفردوها. العجينه زازه وتماسكه للفرد، هذه اصل عجينه البسكت اللي جهزتها. انا بنديرها بثلاثة نكهات، النكهات اللي تحبوها. انا نحب الكركم شويه، نص ملعقه شويه كركم، بنديرها بنكهه الزعتر، بنديرها بنكهة الفلفل الأحمر. نقسم العجينة، نقسمها كذا صحن الكركم، نحط الكركم، نحط العجينة، نحط الزعتر عجينتها، نحط الفلفل، نحط العجينة بتاعها، نحط الزعتر عجينة الزعتر، نوزع الزعتر، الزعتر جاهزة، نضيف البزار والكركم، طبعا حطيت نص ملعقة صغيرة مش ملعقة، هذه عجينة الكركم، هذه عجينة الفلفل، عجينة الفلفل جاهزة، العجائن ثلاثة جاهزة، نشوفوا كيف نفردوهم ونجهزوهم باش يدخلوا
الفرن. اخذنا عجينة زعتر، رشيت شوية دقيق جوز الهند احتياطي باش ما تلصقش، اذا لصقت ولا بعدين نفردوها. هذا عجينة الزعتر، بسم الله. تنفرد بسهولة. نشوفها هل تلصق وما تلصقش، نقدر نقلبها. سمكة رقيقة شوية باش تعطي القرمشة. عندي قوالب، نشوف اي نوع، نديرها مربعة. بسم الله، مربع. هذه هي، هذه بسكويت الجبنة بالزعتر، نحطهم في صاج الفرن. حصلنا على بسكت الجبنة اللي بالزعتر، وبنفس الطريقة نواصلوا الجبنة بالفلفل. نشوفكم بعد. بسكويت الجبنة جاهز، اللي بطعم الزعتر والكركم والفلفل، ده اللي زوج صاجات. شعلنا الفرن على 180 درجة، توا بنزينه البسكت الجبنة. شوف كيف نزينوه. الصاج الأول، عندي صفار بيضة حطيت عليها نص ملعقة خل وضربتها كويس. أنا بنزينها يا ببدور عباد الشمس، اللي زينة تحبوها. هذه بدور عباد الشمس مخلطة مع حبة البركة. هذا سمسم ابيض وسمسم اسود، النكهات اللي تحبوها. وعندي حتى ملح، ملح البحر. نمسح ما شاء الله، ده اللي مقدار كويس. هذه نكهه الزعتر، نديروها بالسمسم الابيض والسمسم الاسود. ونشوفوا اللي بنكهة الكركم، حتى نمسحها، نحب بياض البيض. نديرها بحبة البركة وعباد الشمس. وحطيت فيها شيا سيد. زينا النوعين، زينا الزعتر والكركم. حلوة شوية، هذا يدخل الفرن على 180. مازلنا النوع الثالث، نوع اللي بنكهة الفلفل. نفس الطريقة نمسحوها. عندي بدور عباد الشمس، عندي ملح البحر، رش شوية شوية، نعطي نكهة حلوة. وبسكت الجبنة بنكهة الفلفل جاهز للفرن، قلنا على 180، نخلوه 20 دقيقة ونشوفه لين يتحمر على الفرن. البسكت طلعناه من الفرن، قعد لي 20 دقيقة وكنت نراقب فيه، لأن حبيت يكون هيك أحمر شكله بالشكل هذا. نخلوه يبرد، كل ما يبرد يعطينا القرمشة. نشوفه كيف نقدموه وكيف نحتفظوا به. بسكت الجبنة اللي بنكهات مختلفة، برد اللي بالزعتر واللي بالكركم
واللي بالفلفل، صراحة ريحة جميلة جدا، ما كنتش نتوقع هيك ريحة. درت ملعقة زيت زيتون، يعني فرقد، يعني حاجات حلوة، يعني فعلا جميلة جدا. وخليتها برد ونشوفوها كيف. هذه بريحة الكركم مقرمش مقرمش يعني مقرمش طبعا. وطريقة الاحتفاظ، عندي علبة من المعدن، لازم يكون في مكان ما فيش رطوبة طبعا، بعد ما خليته برد. وصحة وهنا مع بسكيت الجبنة، ونشوفكم في فيديو قادم. مع السلامة.